طيب هل الوراثة في موضوع عدم الحمل مهم قوي؟ يعني دلوقتي في واحدة ممكن تبقى خلفت مثلا، ست كبيرة مثلا خلفت ولادها ما بيخلفوش، دي ممكن تبقى حاجة وراثية مثلا في حاجة بعد كده او جينات؟ في بعض الحاجات بنعرفها دلوقتي فيها حاجة وراثية، بس في نقطة مهمة جدا العلم الحديث بيتكلم عليها دلوقتي. تخيل حضرتك ان دلوقتي العلم بيقول ان احنا عن 49% من الامراض بتاعتنا بعد الولادة ايبيجينيتكس، راجع للجينات، و 51% راجعة انفيرومنتال، بيسميها للبيئة. وقال ان الرحم ساعة نزول الجنين جوه الرحم ده في الفترة دي لو في اي تغيرات في الميديا والحاجات اللي بيفرزها الرحم دي ممكن تأثر عليك مستقبلا، يعني زي الحاجات اللي سموها بالذات اللي هو السمنة، ضغط الدم، السكر، التأخر العقلي، الحاجات دي. طبعا. تخيل. فإذا النهاردة العلم لما بيتقدم بيبص بصورة أكبر وسكوب أوسع بكتير أو اللي كنا بنبص عليه زمان. طبعا. وعشان كده الفكرة كلها النهاردة بدأنا نعمل تحليل وراثي لأجلنا، بدأنا نعمل سيكوانسنج ونختار التركيب الجين السليم، لأن احنا النهاردة كل أملك في الدنيا إنك تجيب عيل سليم. طبعا. ومن ضمن الحاجات كمان اللي هي فترة الحمل اللي هو وقت زرع الأجنة داخل الرحم، ازاي نظبط الأمور دي وازاي أثناء فترة متابعة الحمل تبقى متابعة سليمة عشان نوصل في الآخر لجنين سليم، لأن التارجت أو الآخر أو النتيجة الخلاصة أنا عايز أوصل بجنين سليم للناس دي، للزوجين دول أو لأي حد، لأن في الآخر هو الهدف بتاعك ده.